السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين طبخ مغربي سيداتي، مرحبا بكم. كنجدد بكم ترحاب، كنتمنى تلقاكم لا فيديو ديال نهار اليوم بكامل صحة وعافية يا ربي. وانتم كتشوفوا في لا فيديو ديال نهار اليوم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة. اكيد هنايا الوصفة تعجب الاغلبية فيكم والعديد غادي يطيبها، حيت الوليدات غادي تعجبهم. الوليدات صراحة عجبتهم الباندومي او خبز توست بالخبز هكا، عفوا بالدقيق الكامل بدون دقيق ابيض، جا شهوة منه وضفت لي واحد النكهة رائعة رائعة. الوليدات غيتناولوه هكاك بلا ما تضيفي لي حتى شي حاجة، انك تدهني بشي حاجة نهائيا، جرائع شهوة منه. يلا نبداو نوجدوا هذه الوصفة الأكثر من رائعة، ما تنسونيش من اللايك إلا عجبكم لا فيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنايا حطيت لكم مكونات كاملة غنحتاجو. هنايا دقيق كامل، هنايا بالنخالة ديالو ما حيدتش ليه نهائيا النخالة، واخا النخالة الغليظة ما حيدتهاش ليه، خليته هكاك 100%. صافي هنا عندي ملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، ملعقة كبيرة ديال الملحة. هنايا النسمة اللي درت ليه هي حبة حلاوة ونفع صراحة. هنايا بلاتي نعاود نكمل لكم مقادير، عندي ملعقة ديال زيت الزيتون وماء دافئ شوية. هنايا كما كتشوفوا الدقيق كامل بالنخاله ديالو ما حدش لي نهائيا النخاله، كاين اللي كيغرب ليه شويه داك النخاله كيحيد داك النخاله الغليظه، ولكن انا خليته كامل هكا ما حيت ليه حتى شي حاجه. ندعو على بركه الله هكا. ناخذ الاناء ديالي، ما تحتاجيش نهائيا العجانه، حيت كما كتعرفوا الدقيق الكامل كيكون ساهل في العجين. تعطيه هكا الماء ديالو دلكي شويه بايدك راه كيجي ساهل، ماشي بحال الدقيق الابيض. وهنا بدون دقيق ابيض بدون محسن ديال الخبز غادي يجيك واحد خبز التوت رائع. هنا ملعقه ديال الخميره، هي صراحه الا بغينا يجينا هذا الخبز كامل وصحي 100% صراحه خصو خميره بلديه. خميره بلديه رائعه، راه كنت بارطاجيت معكم خميره بلديه في القناه، نخلي لكم الرابط ديالها اللي باغي يصايبها، رائعه جدا جدا. وغادي نوعدكم انني غنصايب لكم خبز بالخميره بلديه باش تشوفوا كيفاش غادي يكون كشهوه منه. هنا كما كتشوفوا ضفت هنايا نصف كيلو ديال الدقيق كامل، هنا عبرته بديك الزلافه، كل زلافه كتوزن 250 غرام، بمعنى 500 غرام ديال الدقيق كامل. ملعقه كبيره كما كتشوفوا ديال زيت الزيتون، ضروري زيت الزيتون هنا باش يكون عندنا خبز هكا صحي 100%. زيت الزيتون هكا اللي ما بغاش يضيف زيت الزيتون ممكن ان يضيف ملعقه ديال الزبده الى ما بغاش يدير زيت الزيتون، ملعقه ديال الخميره وملعقه ديال الملح صافي. وكنبدا نعجن هكا بالماء، هنا على حسب الجو، كان الجو عندك بارد ضيفي هكا ما يكون دافئ، يعني كان الجو هكا ساخن اكتفي غير بماء بارد عادي باش ما تخسرش لك العجين هكا بالخميره. صافي كنبدا نضيف هكا العجين ديالي الماء، كنت كتجمع ليا حيت انا ما غاديش نعجنها في هذا الاناء، ضروري فوق سطح العمل ندلكها واحد شويه. واخا كتشوفوا غتشوفوا هنا في الفيديو ما بغيتش نقطع هاد اللقطه، مي غتشوفوني غنبدا هكا ندلك فيها فوق سطح العمل. كتحسوا بحال كتلصق لكم في الايد، تقدري ديري مثلا شويه زيت هكا شويه زيت زيتون في اليدين، مادام استعملتي زيت زيتون بقاي في اطار زيت زيتون. هنايا غنبدا ندلك فيها، هنا كتشوفوا راه ما كتلصقش فوق سطح العمل، ولكن هكا في اليدين حيت ديالي كنت عاجنه بهم تلصقات ليا هكا شويه عادي جدا. غير دلكي بقاي ما ترتاحيش هكا، بقاي غير دلكي شويه شويه شويه، تقريبا جوج دقائق هكا، دقيقه حتى جوج دقائق دلكيها. راه الخبز الكامل هكا تيكون دالك راسو، ما كيحتاجش واحد الجهد بزاف، ماشي بحال الدقيق الابيض خصك دلكي مزيان مزيان. هنايا شوفوا كيفاش العجين مطاوعاني غاديه معايا صافي هكا، قد ما ودلقتي قد ما كيطلق الخيط ديالو. هنايا داك الاناء نيت اللي عجنت فيه درت لي واحد شويه ديال زيت الزيتون هكا في القاع غير باش ما تلصقش لنا العجين، ونخليها هكا تخمر. غادي نديرها بواحد هكا كيس بلاستيكي وندير لها واحد المنديل من الفوق ونخليها تخمر تقريبا نص ساعه هكا، مهم الجهد اللي تخمر فيها على حسب الجو كما قلت لكم. هنا طلعت لي تبارك الله مزيان صافي. هنايا غادي ندير شويه ديال الدقيق نيت الكامل، هنايا غربلتو شي شويه ما خليتش في داك النخاله كثيره، درتو هكا منيل شي شويه. وغادي نبدا نبسط فوق داك الدقيق، نبدا نبسط شكل هكا على حسب المول. الخبز ديال الطوس كما كتعرفوا عنده مول خاص به، ان داك المول اللي كيكون مسدود كتسدي من الفوق، ما عندكش دير غير المول ديال الكيك، هذاك المول الكيك ديال الكيك ديك اللي كيكون القالب ديال الكيك اللي كيكون طويل. انا غادي نبارطاجي معكم، ماشي بالضروري الا عندك بطبيعه الحال مزيان، الا ما عندكش ديري غير بحال هكا. انا شديت هذاك المول او القالب ديال الكيك، هنا كان
كنسرح العجين على حساب الطول ديال المول اللي عندك. كنسرح العجين هكا صافي وغنبدا نروليها. كما قلت لكم الا ما عندكمش المول ممكن انكم تستعملوا غير هذا، ولا عندكم هذاك اللي كيتصدر مزيان شديتو لبست ليه هكا سميتو ورق ديال الطبخ، يمكن لك انك تدهني بشويه الزيت الا ما عندكش ورق ديال الطبخ. وشوفوا كيفاش كندير، كنتني وكنبدا نضغط على هذيك البلاصه باش نفيكسيها باش ما يجيونيش رولو هكا ملي طيب. كنتني ومدغ نفيكسي ديك البلاصه، ضروري نضغط عليها هكا باش تلصق داك العجين داك الحاشيه مع العجين صافي. وفي الاخير ثاني غادا نقرص داك العجينه هكا باش نفينيها صافي. وكنبدا هكا نرولي العجين ديالي حتى ناخذ هكا الشكل ديال المول ديالي. هنا بان ليا شويه طويل، غنبدا نجمع فيها شويه. ما تخافوش نهائيا من العجين، غير هكا لعبوا بها لعبوا بها كيما بغيتوا، راه كيجي رائع. هنا كيما كتشوفوا درت ورق الزبده وبابي كويسون. ما عندكش بابي كويسون، المول شديه ودهنيه بشويه ديال الزيت مثلا، ودهني مثلا رشي باي منكهه بغيتي. انا هنايا مادام الخبز درت ليه شويه ديال النافع وحبه حلاوه، ما بغيش نزيد شي نكهه اخرى في المنسمات من الفوق. يمكن لك دير الزنجان، يمكن لك ديري حبوب الشيا، حبوب خشخاش، ديري اللي بغيتي، اولا كتكتفي بسميتو كيما درت انا حبوب الخرطال او الشوفان، اللي بغيتي انتيا ديري صافي. كنحاول انني كندخل داك العجين، وخا كيبان لكم داك الجوانب باقي ما عمروش، حاولوا تجبدوه تعمروه مزيان مزيان. ضروري العجين هكا تضغطوا عليه مزيان القالب كامل انه تحسي بان العجين داخل في القناه كاملين. كما كتشوفوا دهنت هنا بالماء، غير الماء فقط، ما تحتاجي لا زيت لا بيض لا والو، دير غير الماء وحبيبه ديال الشوفان انا اللي درت. كما قلت لكم ديري اللي بغيتي اي نكهه، يمكن لك انك ما ديري حتى حاجه، او الا ما كنتيش مثلا درتي ورق الفرن ممكن انك كما قلت لكم ديري الزيت وتديري هكا الزنجلان هكا في القالب كامل مثلا اللي بغيتي. الفران ضروري هنايا غادي نشدو عفوا قبل ما نديرو الفران، هنايا نخليوها تختمر وملي غادي تختمر لينا غادي نكون الوقيته اللي غتكون تختمر شعلي الفران. شعلته على 200 درجه، خاص الفران تدخليه ويكون سخون سخون مزيان. ملي غادي ندخلو غادي نهبط الحراره ونخليه يطيب، ما تخليوش يختمر بزاف بزاف. هنايا شويه كنختمر ليا بزاف، خليه يختمر شويه، غير يبدا يختمر صافي شعلي الفران هكا يطيب وخليه يطيب هكا كيجي رائع. وهنايا مباشره ملي تيكون باقي سخون غتحتاجي تجيبي واحد المنديل هكا اللي كتناوليه دائما الخبز، غادي تشديه وهو باقي سخون غادي نلويه في هذا المنديل. غنلويه في المنديل، وضروري هذا الخبز ديال الطوس كتخليه يرتاح. وجدتيه في الصباح في العشيه عاد تقطعيه، وجدتيه في الليل وخليته للصباح عاد قطعيه. انا هنايا كنت وجدته في الليل وخليته حتى الصباح عاد هكا قطعته وكملت معكم لا فيديو، وكيجي زوين كيبقى رطب. هنايا كيكون هكا ملي كتخرجيه باش ما يقصحش لك كديري هذه الطريقه، وباش ان ما يتقطعيه كيجيك ناجح. شوفوا هنايا صراحه هاد الورق الفرن والبابي كويسون صراحه عملي بزاف بزاف. شوفوا كيفاش الدجاج محمر كامل، شهوه منه. علاش اختي غتشري خبز طوست كيطلع لك غالي؟ هذا كيطلع جد 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 اقتصادي وجد رائع وجد بنين. وكيفاش جد بزاف ديال الجد غادي نقول لكم، رائع. وحتى الوليدات شوفوا الخبز ديال الدار اللي كنستعمل انا، راه كنستعمل نفس هاد المكونات اللي كندير هاد الدقيق كامل بالضبط، وكنسمو بهاد زراعه الكتان وعفوا النافع وحبه حلاوه. ولكن الوليدات ما كيتناولوش بزاف تقريبا حيت الشكل ديالو مثلا، اولا هكا واخا كيتناولوا ما عندهمش الشهيه ديك، ولكن ملي كديري هاد الشكل بحال هكا راه بصراحه والله الا كلاو صافي. هنايا كنمونطيه في هذاك المنديل وكنديرو في هاد الكيس بلاستيكي ومباشره للثلاجه، نخليه في الثلاجه يبرد على خاطرو. كما قلت لكم انا عطيتو لقيته هكا ليله كامله تبرد على خاطرو. هنا في الصباحات هكا كما كتشوفوا راه العرق هكا باقي في داك المنديل كيتشرب، حتى العرق في داك البلاستيك راه المنديل كيشرب داك العرق صافي. هنا راه برد ليا هكا الخبز، وغنبدا نقطع معكم. استعملوا اي منشار اي سكين يكون حاد او منشار مهم،
هو انك تخليه يرتاح، ما تقطعيش وهو سخون، خليه حتى يرتاح باش ان هكا تقطع لك مزيان وكتحكمي في التقطيعه ديالو، وهذاك الشرائح كيجيوك مقادين. وشوفوا الخبز ديالي جاء رائع رائع بزاف بزاف. هذه فكره حتى للناس اللي كيبقاو يعجنوا مثلا، هكا كيديروا الخبز هكا هكا شكل دائري مثلا، وعندهم وليدات ما تيتناولوش، ديروا اختي بحال هذا وخليوا لوليداتكم ياكلوه غير بوحديتهم، نتوما كلوا اللي كاين. مثلا الا بغيتي انت ولدك ياكل لك خبز الدار ما كيتناولوش لك، هذه راه فرصه صراحه رائع. وصدقوني صدقوني هاد النكهه اللي درت ديال النافع وحبه حلاوه خاصها تكون متداوله عندكم، كتجي رائعه. كي اللي كيضيف حتى الحلبه للخبز ديالو كتجي واحد النكهه زوينه صراحه. شوفوا هنايا غادي نقطع معكم الخبز، رائع صراحه. هذه كنصح بها جميع الناس اللي كيعجنوا كي الخبز كما قلت لكم بطريقه دائريه، وكيدير لهم الوقت دير بحال هكا. وكاين اللي مثلا ما كيعرفش مثلا نقراس هكا، وتحيه للجاليه المغربيه المقيمه بجميع الدول هكا الاجنبيه، اللي مثلا ما كتجي صعيبه انه يدير واحد الخبزه هكا تجي مقاده ولا هكا، دير اختي ولا خويا غير بحال هاد الشكل هكا، قلب على المول ديال الكيك وهكا صايب هاد الخبز هكا، صايبيه بكل سهوله صراحه، كيجي زوين وبكميه كثيره. يمكن لك انك تصايبي جوج او لا غير وحده هكا تتكمل، ودير واحد الكميه كثيره كتعطي. وشوفوا غير الشكل ديالو كيجي رطيب هكا، هذاك التقنيه ديال انك ملي كتخليه كيبرد وكتكون مونطيه في داك المنديل وفي داك البلاستيك كترجع عليه داك الرطوبه، كتخلي واحد الخبز رطيب طب وهشيش و 100% صحي. صراحه الا بغينا نقولوا 100% صحي، هو ماشي 100% صحي حيت ضفنا ليه كما قلت لكم خميره كيميائيه. ممكن وعدتكم بانني غادي ندير معكم خبز بالخميره البلديه، رائع خميره بلديه. الخميره البلديه صراحه القليل قليل اللي كيتناولها، صحيه بزاف 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 منافع ديالها. غادي نصيبو معكم ان شاء الله. وكنت انا ديجا بارطاجيت اول فيديو ليا في القناه كانت هي طريقه تحضير الخميره البلديه، غنخلي لكم الرابط ديالها، كان اول فيديو ليا في القناه، نتمنى انكم تشوفوه وديروا ليا لايك ليه الى تفرجتوا ليه تفرجتوا فيه. صايبت معكم خميره بلديه جات رائعه، والخبز ديالي ديال نهار اليوم جا زوين صراحه، شهوه منه. وهذه الناس اللي عزيز عليهم الخبز كامل صحي 100% كتعرفي شنو تناولتي. يلا نخليكم على رحمه الله، وكنقول لكم وجدوا هذا الخبيز هذا وجدوا لوليداتكم، راه شهوه منه وما غاديش يبقى يخطاكم. والتقنيه عطيتكم سهله سهله بزاف بزاف، والليد وحتى داك التقنيه انك ملي كتقطعي الخبيزات بهذه الطريقه، قطعته انا بحال هكا لي ترونش كاملين كما غادي تشوفوا هكا في الاخير ديال الفيديو، قطعته و درتو في واحد بابي كويسون لويتو كل هكا مثلا 5 6 ديال لي مورسو، ودرتهم بابي كويسون درتهم في بلاستيك غذائي ودرتو في كونجيلاتور. وقت ما غنحتاج مثلا الخبز ولا وليداتي غيحتاجوا الخبز غنسخر لكم. الى اللقاء، السلام عليكم ورحمه الله.